كوبا في دور أفريقيا الجزائري مناقشة مجموعة من النقاط يجدوا الأربعة فيه ستة نقاط سوف تجدونه منشور على أعمدة هذا الموقع للمواقع الإلكترونية السير كان في المستوى التساؤلات السادة لا من الأغلبية ولا من الأقلية كانت في المستوى التساؤلات كانت مسؤولة والتسير كان مميز وفي مستوى وازن هذا فيما يتعلق بالنسبة لجدول الأعمال وكذلك جينا نرد على الرئيس فيما يتعلق بالنقاط التي طلبنا إدراجها في جدول الأعمال الدورة ولكن للأسف الشديد فوجئنا بغياب الرئيس ربما لموضوع يهمه ونتمنى أن يكون خيرا لقد طلبنا فيما سبق من إدراج أربع نقاط في جدول دورة أبريل العادية لكن الطلب ديالنا قبل بالرفض من طرف السيد الرئيس و جدول الأعمال هو الثاني الذي كنا قد طلبنا في الدرجة أولا مناقشة تقرير المجلس الجهوي للحسابات المتعلق بتسيير وتدبير مجلس مدينة زيوم ثانيا مناقشة الموارد في تصريح الرئيس بخصوص الاختلاسات المسجلة والمثبتة في السوق الأسبوعي بالنسبة لسنة 2012 ثالثا مناقشة التعديلات في القانون الداخلي بالمجلس البلدي رابعا مناقشة معايير منح البناء كما يتعلق ببعض المناطق التعليلات ديال الرئيس كانت ضعيفة ولا تستند إلى سند قانوني فيما يتعلق بالنقطة الأولى مناقشة المجلس العالي للحسابات الرئيس رفض إدراج هذه النقطة واش هل يعقل على الرئيس أن يغيب علينا هذه النقطة واش ماشي نحن كمجلس باش نناقشوا توصيات حال المجلس العالي للحسابات فيما يتعلق بالتسيير والتدبير ديال المدينة ثانيا النقطة الثانية في موارد من تصريح الرئيس باختلاسات في الدورة المنصرمة اعترف الرئيس بأن هناك اختلاسات وأنه وراك محضر فيما يتعلق وتمثل المختلس والرئيس استدر على هذه المسألة هذه ولدينا الإثباتات والحجاج الدامغة ونحن مستعدون لتحمل كامل المسؤولية النقطة الثالثة التعديلات في القانون الداخلي للمجلس هذه النقطة هذه رفض الرئيس إدراج ديالها وندرج هذه النقطة هذه في جدول أعمال الدورة عندنا ما نقول في المسألة هذه ورابعا مناقشة معايير من الرقعة الصحية وقد اعترف الرئيس بالمسؤولية ديالو في هذا المجال بأنه هو المسؤول عن إعطاء الرخص بطبيعة الحال حنا بغينا نناقشوا السيد الرئيس فيما يتعلق بالملاح فيما يتعلق بالمقاير المعايير والمقاييس اللي اعتمد عليها باش يعطي الرخص وخصوصا الفصل 47 من قانون التعمير في المساله هذه كيقول بان رئيس المجلس البلدي ما يمكنوش يعطي تراخيص في مناطق غير مجهزه ثم كذلك ناقشنا في الدوره قرارات اعوان المستفيدين من الاعمال الشاقه والمسخه لقد تقدم لنا السيد الرئيس بطلبين فيما يتعلق بهذه المساله هذه باش يزول دم هذه الوثائق هذه للاسف الشديد الرئيس رفض باش يزول دم هذه الوثائق هذه وخلال ما يقول الدورة كيعطي لنا وعود من اللي كنقول لك اجي عندنا المكاتب ديالنا مفتوحه نستقبلكم في اي لحظه ولقد حصلنا بالموافقه القبليه من لدى المجلس اي الرئيس من يطلب السيد الكاتب العام باش يزول دابا الوثائق هذه حتى واحد من الساده المستشار معترض على ذلك وهذا انا كان بالنسبه لي كنعتبره قرار ديال المجلس فيما يتعلق دائما هذه القرارات هذه الرساله الاولى علل بها الرئيس الرفض ديالو كون اننا نتدخل في المسائل الاداريه ديال المجلس ابدا نحن معارضه وعلى الارجح الماليه لم نتدخل ابدا فيما يتعلق بتدبير التسيير الاداري ديال المجلس ثم الرساله الثانيه علل فيها الرئيس الرفض ديالو باننا يجب ان يكون ذلك بطلب من المجلس نحن متفقون يجب علينا ان يكون ذلك بطلب من المجلس ولكن لن ننسى ابدا والشيء الذي افعله الرئيس هو الفصل 27 من الدستور اللي كيعطي لنا كامل الصلاحيه في الحصول على المعلومه الفصل 27 كيعطي الصلاحيه في الحصول على المعلومه لاي مواطن وما بالك نحن مستشارون جماعيون واكيد اننا نحن الاخوه في المعارضه قررنا باش نديروا واحد الندوه صحفيه ندعو فيها جميع المنابر الاعلاميه الموجوده على الصعيد المحلي باش نفتحوا هذا الواقع ديال المجلس البلدي ويستمر هذا المسلسل ان شاء الله ديال الفرح في حلقات وفي سلسلات الى ان تظهر الحقيقه وشكرا في نقطة أخيرة نريد منكم توضيح في متابعة ملف الاختلاس بالسوق الأسبوعي هل زلتم متشبتون بهذه المتابعة؟ نحن متشبتون بهذه المتابعة تشبتا لا رجعية فيه الرئيس اعترف باختلاسات بأن هناك فعلا وقعت اختلاسات في
في المجلس البلدي وانه انجز محضر بحضور السيد القابض ولم يتخذ اي اجراء. تسمى السيد الرئيس تستر عن هذا المفترس. هذه الاموال في ملكيه الشعب وفي ملكيه المواطنين ديال مدينه زيو. لو كان هذه الاموال في ملكيه ديالو حنا ما غاديش نتابعوا، ولكن سوف نبقى متشبثين دائما بهذه المساله ونترجع عليها قضاء المنهج. شكرا. في البدايه أشكر جميع وسائل الإعلام الإلكترونية بمدينة زيو بالخصوص المدرسي الذين دائما وأبدا وهم بجانبنا في سواء في السراء والضراء ويتابعون أحداثنا عن كثب. نعم في الحقيقة أؤكد ما قاله السي محمد الشوراق، لقد طلبنا نحن المعارضة التي تتكون من 4 أشخاص يناضلون دائما وابدا من اجل اصلاح هذه المدينه التي فاقت ما كان ينتظر. هنا نحن المعارضه بصفتنا كمعارضه داخل المجلس البلدي لزيو لمجموعه من النقط من اجل ادراجها داخل هذه الدوره، فتم رفضها بواسطه السيد رئيس المجلس البلدي لا نعلم حقيقتها، فأعتقد بها أنها نقطة حساسة وتمس الجانب ديال المجلس البلدي. هذا ما جعل المكتب المسير يرفضها، ومع وأقول وأكرر بأن السيد الرئيس في الحقيقة لم يحضر فغاب عن المجلس. نتمنى له خيرا إذا إن كان شيء ما قد وقع له، ونتمنى بكل صدق مرارا وتكرارا أن تكون وسائل الإعلام في مدينتنا دائما حاضرة معنا من أجل دعمنا ودعم المعارضة في بلدية زيو، وشكرا لكم جزيلا. بالنسبة للملف الأعمال الشاقة، هل هناك فعلا اختلاسات في ذلك؟ لا أقول بأن هناك اختلاسات. نحن في المعارضة قد طالبنا مرارا وتكرارا كما أشار إلى ذلك الإخوان في المعارضة بوثيقة التي يطلق عليها بالأشغال الشاقة والموسخة، مستفيدين من الأعمال الشاقة والموسخة من أجل أن توصل، وهذا حق دستوري يعطيه لنا الدستور في المادة 27 من الدستور الذي يعطينا الحق في الحصول على المعلومة. فنحن كأعضاء في المجلس البلدي من حقنا أن نحصل على هذه، مؤكد أن نحصل على هذه المعلومة، لكن السيد الرئيس تجبر ووعدنا مرارا وتكرارا أمام الرأي العام المحلي وأمام الإخوان في المجلس بإعطائنا هذه اللائحة، لكن في الأخير يتراجع عنها لأسباب يعلمها الجميع، كما وصل إلى علمنا بأن هناك بعض الأشخاص وبعض الموظفين لا يستحقون هذه الاستفادة، ولهذا فهو يتهرب منها. وشكرا لكم كذلك.